بهالفيديو راح نتكلم عن تسريبات ضخمة للعبة Call of Duty Black Ops Cold War أو الحرب الباردة. تسريبات ضخمة ضخمة تسرب جيم بلاي، تسرب غلاف اللعبة الأساسي. في ناس حاليا قاعدين يلعبوا اللعبة على البلاي ستيشن 4 والناس شافوهم، وكمان فيها وارزون. هالمعلومات كلها راح نتكلمها بهالفيديو. وبس حاب أنوح أنه بكرة الساعة 12 بالليل بتوقيت الإمارات، 11 بالليل بتوقيت السعودية، في بث لمؤتمر سوني، وعلى الأكثر راح نشوف فيه إعلان Black Ops Cold War بالبث نفسه. راح أسوي بث على قناتي الأساسية بكرة، انضموا لنا بهالوقت. ويلا خلينا نبدأ الفيديو. قبل بدأ الفيديو بسحب أنوه إنه هالفيديو برعاية شركة بينكيو، اللي عندهم شاشة جديدة خرافية للجيمينج اللي هي زوي XL 2746S اللي شايفينها قدامكم حاليا. هالشاشة خرافية للاعبين البي سي اللي تدعم 240 هرتز، يعني سرعة الريفرش ريت 240. فإذا عندك بي سي قوي يعطيك هالقوة، هالشاشة جدا مناسبة بالنسبة إلك. الشاشة بحجم 27 إنش، مصممة للإي سبورت، يعني الشاشة هاي مصممة لألعاب الكومبيتيتيف نفس ببجي، كول أوف ديوتي، فورتنايت، مو مصممة الالعاب التختيم وكذا، لا، مصمم للالعاب اللي تحتاج سرعه، لانه فيها خدمات نفس الدي واي اي سي بلس اللي هي لما تلعب اي لعبه شوتر فيها طخطخه راح تشوف الطلق قاعد يطلع من سلاحك بشكل جدا ناعم، ما راح تشوفه يرج نفس باقي الشاشات. غير هيك فيها ال 240 هرتز اللي تشوف اطارات جدا سريعه، وغير هيك تعطيك خدمه البلاك ايكوالايزر اللي تعطيك اكثر من 20 درجه للون الاسود، جدا تفيدك بالعاب الشوتر لتشوف بعض المناطق. لمعلومات اكثر عن الشاشه شيك الوصف. طيب شباب، مثل ما قلنا بدايه الفيديو فيك كثير معلومات وتسريبات بشكل جدا كبير، فبهالفيديو ما راح اقول لكم معلومه، او يعني ما راح اقول لكم كل معلومه من اي مسرب جبتها، خلاص اخترت لكم المعلومات اللي طلعوها مسربين موثوقين راح اقولها لكم، وبنهايه الفيديو راح اقول لكم بعض المعلومات اللي من مسربين غير موثوقين. بس حاليا المعلومات اللي راح تسمعوها كلها تاكدوا انه الناس اللي سربوها سربوا اشياء قبل على مودرن وورفير وبلاك اوبس 4 والعاب كول اوف ديوتي قبل، وكلها طلعت صح، فيعني 99% كلامهم راح لا صح. طيب اول شيء خلينا نتكلم عن الجيم بلاي اللي تسرب. ايه تسرب جيم بلاي، ما اقدر احطه بالفيديو للاسف، بس اذا بدك تشوفه راح تلاقي رابط موجود بالوصف، لا تشوفه حاليا، في كتير اشياء راح اذكرها شوفها بعد الفيديو. الجيم بلاي كان عن البري الفا، اللي ما يعرف الالعاب دائما تكون موجوده بمراحل معينه. مرحله الالفا اللي هي اول شيء اول ما خلصوا اللعبه هي الالفا، بعدين البيتا اللي هي الناس يجربوها نفس بيتا مودرن وورفير وبيتا بلاك اوبس وغيرها، وبعدين تنزل اللعبه بشكل كامل. فهي المرحله اللي تسرب منها الجيم بلاي هي البري الفا اللي هي قبل الالفا. فراح تشوف اللي هيشوف الجيم بلاي راح تشوف انه الرسومات جدا سيئه بالجيم بلاي، وهذا شيء طبيعي جدا لانه اللعبه بالبري الفا هي مو نسخه النهائيه ولا النسخه الاوليه، يعني هي قبل النسخه الاوليه، فراح تشوفوا رسومات جدا سيئه. بس من الجيم بلاي فينا نعرف شويه معلومات. اول شيء واكثر شيء استغربت منه انه اللعبه واضح عليها انه بالوقت الحالي، انه نفس مودر وورفير تقريبا، ما حسيت عليها انها قديمه، بس بنفس الوقت الجيم بلاي ما يدلنا اذا اللعبه كانت بالوقت الحاضر، فاظن انه اللعبه بالماضي، بس الماب اللي كان موجود فيها الجيم بلاي ماب شوي متقدم، راح تعرفوا ليش، راح اشرح لكم الجيم بلاي ما اقدر اطلعه. السلاح اللي كان موجود بالجيم بلاي اسمه الدايرو، هالسلاح كان موجود او تم صناعته سنه 1980 من قبل ساوث كوريا او كوريا الجنوبيه، وتم استعماله عام 1984. طبعا هذا دليل انه اللعبه بالحرب البارده، او مو الحرب البارده ما كانت عام 1980، الحرب البارده انتهت بالسبعينات، بس اظن اللعبه راح يورجونا بين الماضي والحاضر وبالنص، فيعني هذا سلاح من الحقبه اللي بالنص بين الحرب البارده وبين الحاضر، فاي هذا سلاح عام 1984. بالجيم بلاي في الماونت نفس مالتي بلاير مودر وورفير، اللي ما يعرف شو الماونت هو لما تروح على حيط وعلى البلاي ستيشن اضغط L3 او R3 فشخصيتك يميل السلاح، فالخاصيه ما شفناها ابدا ببلاك اوبس، هالمره راح نشوفها موجوده. والجيم بلاي تحس اللعب خليط بين مودر وورفير وبلاك اوبس 1، يعني جدا شبيه مودر وورفير بس في لمحه بلاك اوبس 1. واول شيء لاحظته اول ما شفت الجيم بلاي ان الماب جدا ملون، وهالشيء متعودين عليه من العاب بلاك اوبس. بلاك اوبس دائما ماباتها ملونه، يعني كيف قصدي ملونه؟ مو نفس مودر وورفير، مثلا مودر وورفير بتلاقي المابات الوانها كلها شاحبة،
اللعبه، هم اصلا مسوين هالشيء. حتى مودرن وورفير 3 جوست العاب انفنتي وورد دائما تحس الوان المواد حرب شاحبه، بينما بلاك اوبس تلاقي عندك نيوك تاون الوان يمين يسار ومباتها ملونه. فهالماب اول ما شفته على طول، من اول ما شفته عرفت انه هذا ماب من بلاك اوبس. الشيء كمان الموجود انه في عندك بوصله اللي هي فوق، نفس الملتي بلاير بمودرن وورفير ونفس البلاك اوت ببلاك اوبس 4 ونفس الوارزون عندك بوصله راح يكون. فهذا بدل انه عندنا مابات كبيره، وبعد شوي راح اتكلم عن المابات الكبيره. والماب اللي شفناه اللي تصرف فيه الجيم بلاي جدا بيشبه ماب ارسنال من بلاك اوبس 4. اللي ما يدري ماب ارسنال ببلاك اوبس 4 كان ماب متطور جدا، تشوف فيه الات وروبوتات او شيء من هالكلام. فاظن ماني متاكد، هاي مجرد تحرياتي، انه هالماب هو نفس ماب ارسنال بس بالماضي. مشان هيك شفنا فيه، بنشوف بالماب فيه دبابات كتير، انه بالماضي ما كان عندهم الروبوتات هاي، فكانوا الشركة هاي الارسنال قاعدة تعمر دبابات عادية. وبعدين بالحاضر شفنا الروبوتات والدبابات المتقدمة هاي ببلاك اوبس 4. فانه هالماب نفسه، مشان هيك جو الماب تحسه ماب حديث، انه هو صحيح بالماضي بس للشركة متقدمة، فشان هيك جو الماب تحسه نوعا ما بالوقت الحاضر. فاي هذا الجيم بلاي، اذا بدك تشوفه شيك اللينك الموجود بالوصف. وانتم قلت لكم هاي البري الفا، فلا تستغربوا من الرسوم السيئة. طيب خلصنا كلام عن الجيم بلاي، خلينا نتكلم عن شيء جدا مهم، واللي هو انه في حاليا اشخاص على البلاي ستيشن عم بيلعبوا الببليك الفا لبلاك اوبس كولد وور. يعني الشركه عطت اللعبه لبعض الاشخاص، الاشخاص اللي جربوا اللعبه. حاليا مع وضع كورونا ما فيهم يجوا على الشركه نفسها ويلعبوها نفس اول، لا كل واحد من بيته. فاضطرت الشركه انه تحط اللعبه على البلاي ستيشن 4 وتعطيهم لهالناس، بس حطوا اللعبه باسم مشفر اللي هو ذا ريد دور او الباب الاحمر، عشان لا حد يعرف لو ناس شافوا، لو يعني اشخاص شافوا هالناس يلعبوا هاللعبة. بس واحد شك، يعني احد الاشخاص شاف انه شو هاللعبة اللي اسمها ذا ريد دور، في اكثر من شخص شافه عم يلعب هاللعبة. دخل على موقع اسمه سيريال ستيشن اللي تحط فيه اسماء الالعاب المشفرة ويطلع لك الكود الاصلي للعبة. اجى شخص اخذ كتب ذا ريد دور على هالموقع وطلع له كود 2020 او كول اوف ديوتي 2020. ففعليا في اشخاص حاليا عم يلعبوا بلاك اوبس كولد وور وعم يجربوها عشان يشوفوا اذا اللعبة فيها اي مشاكل او اي شيء. كل شركة عندها ناس معينين بيجربوا ألعابهم قبل ما تنزل. طيب فالشخص اللي أخذ اسم اللعبة وحطها على الموقع طلع له كتير معلومات عن اللعبة. أول شيء طلع له إنه الببليك ألفا اللي عم يلعبوها ناس حالياً حجمها 71 جيجا بايت. 71 جيجا بايت للألفا، فالله يستر كم هيكون حجم البيتا وكم هيكون حجم اللعبة كاملة. راح يكون 100% فوق 120-130 جيجا بايت. ثاني شيء طلع له الأطوار الموجودة جوا اللعبة. أول شيء كان مكتوب MP اللي هو اختصار للمالتي بلاير، بعدين مكتوب CP اللي هو اختصار للكومبين او طور القصه، وبعدين مكتوب ZM اللي هو اختصار للزومبي، ففي طور قصه مالتي بلاير وزومبي، وبعدين مكتوب WZ اللي هو الوارزون. فشكله الوارزون راح تكمل للعبه القادمه، ما ادري هل راح تكون نفس الوارزون اللي نلعبها حاليا ولا وارزون خاصه فيهم او البلاك اوت بس مسمينها وارزون، ما عندي اي فكره صراحه. وبعدين مكتوب وارزون ZM، مكتوب WZZM اللي هو وارزون زومبيز. يعني كمان صراحة ما أدري هل وارزون بس فيه زومبي نفس البلاك اوت، بس ما أظن رح يسوي وارزون كامل فقط عشان يحطوا فيه زومبي. لهالشيء اللي كان موجود بالبلاك اوت، انه بلاك اوت عادي وفي مناطق فيها زومبي، فاظن الوارزون زومبي راح يكون شيء تاني، شيء خرافي صراحه. ما عندي اي فكره، ممكن يكون مو وارزون، يعني مو والله باتل رويال، شيء تاني للزومبي، بس راح نلعب بماب الوارزون، ماب جدا ضخم، ما عندي اي فكره. فايه قبل اروح على المعلومه اللي بعدها، بس حاب اتكلم عن اسم ذا ريد دور. طبعا نعرف انه هذا مو اسم اللعبه، هم الشركه عاده بيحطوا اسماء مشفره عشان الناس ما يعرفوا شو اللعبه بس على الفاضي. احد الاشخاص دخل على الموقع وطلع اسم اللعبه، يعني مثلا على بلاك اوبس 3 كان نفس الشيء، كانوا الشركه حاطين لعبه على البلاي ستيشن ومخلين الناس يجربوها، ناس معينين قبل فتره، وكان اسم اللعبه نورث وودز او الغابات الشماليه. هذا الاسم المشفر لبلاك اوبس 3، وشفنا صراحه بطور القصه ببلاك اوبس 3 كتير يتكلموا عن الغابات والفروزن فورست، وحتى بالزومبي بالمنيو دائما مطلعوا لك انه غابات، والمنيو بالزومبي الشخصيات قاعدين جوا غابه. فاسم ذا ريد دور او الباب الاحمر ما هو والله اسم عشوائي، احد الاشخاص كتب اي اسم في باله وحط اسم مشفر. اظن هالاسم له علاقه باللعبه نوعا ما، لانه لو بتتذكروا باعلان بلاك اوب 3 كان في غنيه مع الاعلان، غنيه جدا مشهوره اسمها Paint in Black. بهديك الغنيه Paint in Black
بلاك. بداية كلمات الغنية كان يتكلم فيها عن The Red Door. ممكن حد يقول طيب الشعر هي غنية فقط ما لها علاقة بال يعني الإعلان استعملوا فيه أي غنية، ما هو علاقة إنه الغنية لها علاقة باللعبة، لا بهالحالة لها علاقة لأنه اسم الغنية اللي استعملوا فيها إعلان Black Ops 3 كانت Paint in Black، وبنهاية Black Ops 3 كاتبين Back in Black أو شيء من الكلام، فإنه تقريبا نفس اسم الغنية، وحاليا The Red Door بالحرف مذكورة بهديك الغنية، فيعني ممكن نشوف نفس الغنية بالإعلان. صراحة ما عندي أي مانع، الغنية كانت جدا خرافية. تذكروا أول إعلان لبلاك أوبس 3، تذكروا الغنية اللي فيه، هاي هي الغنية، فإيه نوعا ما مرتبط بشكل من الأشكال. طيب مو خبرتكم من شوي إنه في موقع سيريال ستيشن يلي تفوت عليه ويطلع لك معلومات الألعاب المشفرة، هالموقع كمان فينك تحمل فيه ملفات اللعبة على البي سي عندك بس تكون مشفرة بشكل كامل، ما فينك تطلع منها أي شيء. بعض الأشخاص حملوا المعلومات المشفرة وحاولوا كتير انه يطلعوا اي شيء من هالملفات وما قدروا غير انهم يطلعوا صورة مكتوب عليها Call of Duty Black Ops. ما اقدر اطلعها كمان، راح احط رابط موجود بالوصف، رابط The Red Door والجيم بلاي وهالصورة كلهم موجودين بالوصف، بس راح اشرح الصورة. الصورة مكتوب عليها Call of Duty Black Ops فقط، مو مكتوب Black Ops Cold War، والباك جراوند تبع الصورة نفس باك جراوند بلاك اوبس 1 جدا شبيه له، اللي هي المعلومات السرية والورق المكتوب عليه كلام مشفر وكلام مغطى من هالكلام، اللي هو بالمختصر ورق السي اي اي والحكومات السرية. ومنلاقي تحت مكتوب بالباك جراوند على احد الورق مكتوب 15 مارس عام 1976، مكتوب بالتاريخ 1976. 1976 كان بالكولد وور او بالحرب الباردة، فانه تقريبا تأكيد 100% انه اللعبة راح تكون بالحرب الباردة. بس الشيء الغريب انه بالاسم مكتوب Call of Duty Black Ops فقط، مو مكتوب كولد وور. وطلعت تسريبات كتير من مصادر جدا موثوقة حكوا انه اسم اللعبة راح تكون كولد وور، وطلعت كمان من احد ملفات اللعبة انه اسم اللعبة على البلاي ستيشن ستور كولد وور، بس بالباك جراوند بالغلاف جوا اللعبة مكتوب بس بلاك اوبس. فصراحة ما ادري ليش، ممكن فقط بلاك اوبس نفس ريبوت مودر وورفير، قصة جديدة عالم تاني، او نفس العالم ما ندري صراحة. فاي لو كنت تشوف الصورة كمان موجودة تحت بالوصف. طيب في احد المسربين، ادري بداية الفيديو قلت ما راح احكي لكم مسربين وكذا، بس هذا الشخص سرب كتير اشياء عن مودر وورفير وبلاك اوبس 3 وبلاك اوبس 4 وكلها طلعت صحيحة. اسمه فيكتور زي على تويتر، قال انه اللعبة راح تكون مودر وورفير 2.0، انه فعليا اللعبة راح تكون جزء جديد على مودر وورفير. مو قصده انه فعليا جزء جديد، بس قصده انه راح تكون جدا شبيهة بلعب مودر وورفير. راح واحد رد عليه انه التسريبات شفنا انه في وورزون، هل معقولة راح يستعملوا نفس الانجن؟ انه وورزون موجودة بالاسم. قال لا، راح يكون الانجن الخاص فيهم، ما له علاقة بانجن مودر وورفير، بس اللعبة شبيهة بمودر وورفير. هذا الشخص نفسه كمان تكلم عن كتير اشياء، قال انه اول اعلان راح ينزل اللي هو المفروض بكره مع مؤتمر سوني. هو ما قال الاعلان راح ينزل بكره، بس يعني كلنا ندري انه الاعلان بكره راح ينزل مع مؤتمر سوني، شبه مؤكد. بس المهم اللي قاله انه اول اعلان راح يكون اعلان لطور القصة، بس ما راح يكون في جيم بلاي للاعلان. الاعلان راح يكون نفس اول اعلان نزل لبلاك اوبس 3 اللي هو في ناس حقيقيين وتمثيل حقيقي، مو والله تمثيل من جيم بلاي، وفينك تاخذ يعني لمحة عن طور القصة او عالم اللعبة كيف راح يكون. فقال هذا اول اعلان، وصراحة الاعلانات هاي جدا حلوة. اعلان بلاك اوبس 1 الاول، بلاك اوبس 3 الاول كان جدا خرافي، من احلى اعلانات الالعاب. فاي بكرة نستنى ونشوف بمؤتمر سوني هنشوف الاعلان هذا او لا. وهذا الشخص قال اشياء قلتها باخر فيديو راح اذكرها بشكل جدا سريع للناس اللي نسيوا، انه طور القصة راح يكون جدا شبيه ببلاك اوبس 1، وحكى الزومبي راح يكون له جيم بلاي جديد بالكامل، بس بنفس الوقت ما راح يتخلوا عن الجيم بلاي القديم. يعني بطتكم بس ما بطت، ما ادري صراحه شو قصده، انه الجيم بلاي جديد للزومبي بس بنفس الوقت الجيم بلاي القديم موجود. فاظن اساسيات الجيم بلاي للزومبي اللي نعرفها بركات وبوكس ومن هالكلام موجوده، بس راح يكون في تغيير جذري بطريقه حل الالغاز او شيء من هالكلام، لانه هو كمان قال انه هو حب الجيم بلاي الجديد لانه ما يحب الالغاز، فانه نوعا ما ممكن في جيم بلاي للالغاز اللي بيحل اللغز، وجيم بلاي كلاسيك نفس نظام
بلاك اوبس 2 تقريبا. طيب وبالنهايه راح اتكلم عن تسريبات اللي صراحه ما لقيت مصدر موثوق لها، بس راح احكي لكم اياها. على كل حال اول شيء انه راح يكون في جراوند وور وخمس اعلام و100 لاعب او مدري، يعني راح يكون في جراوند وور نفس الملتي بلاير بمودر وورفير، لو في دبابات وهليكوبتر وراح يكون جدا كبير، هاي اولا. ثانيا ما راح يكون في سبيشالست بالملتي بلاير، راح يكون في نظام الاوبريتر نفس الموجود بمودر وورفير. بعدين تسريب ثاني يقول انه الجيم بلاي جدا شبيه بشكل جدا كبير لبلاك اوبس 2، وكمان قالوا انه المابات راح تكون نظام الثري لين اللي هي نفس مابات بلاك اوبس بشكل عام، ما راح تكون نفس مودر وورفير. مودر وورفير ما استعملوا نظام الثري لين الا ببعض المابات، معظم مابات مودر وورفير تلاقي انه في مداخل ومخارج من كل مكان. انا صراحه احب هالنظام، بس هالنظام ما يناسب اللعب الكومبتيتيف، اللعب يلي تحديات، هالنظام راح يخرب على هالناس. فقالوا لا، انه بلاك اوبس راح تكون نظام الثري لين اللي هي نفس مابات نيوك تاون وهاي جاك، خط وسط خط يسار وخط بالنص. فهي هاي التسريبات ما عندي اي مصدر موثوق منها، فيعني خدوها مثل ما يقولوا الاجانب ان جرين اوف سولت، انه لا تصدقوها 100% بس ممكن تكون صحيح. فيا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم، ولا تنسوا بكره راح اسوي بث مباشر على قناتي الاصليه هون، مو قناتي الثانيه، لا راح اسوي بث هون نشوف في مؤتمر سوني مع بعض، وعلى الاكثر ان شاء الله يكون في اعلان لبلاك اوبس القادم. البث راح يكون 11 بالليل توقيت السعوديه، 12 بالليل توقيت الامارات. وبس اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.